كل عاقلة تدعوه في الانتخابات، هتافات رددها أنصار الثياب الصدري، هدفها رفع معنويات المشاركين بالاقتراع قبل لا تتحول بخانة الذكريات بعد إعلان من الحنانة بصوت زعيم التيار الصدري سيد مقتدى الصدر بمقاطعة العملية السياسية والانسحاب من الانتخابات بعنوان الحليم يطلع من العواقب سليم. شلون وليش؟ هسه نعرف. مقاطعة السيد الصدر كانت على أسباب أبرزها الفساد والتقصير في الخدمات والحفاظ على ما تبقى من العراق، وبعدها صدر قرار بحل الهيئة السياسية للتيار وتعيين رئيس نصار الربيعي بصفة مستشار سياسي للسيد أبو هاشم. لكن نواب التيار الصدري والمرشحين للانتخابات المبكرة من سمعوا بإعلان المقاطعة وسحب يد زعيمة عن دعم الحكومة، بعضهم التحق بالانسحاب من الانتخابات وبهم موقف لحد الآن مجهول المصير. بس دقيقة، أكو أطراف سياسية ومقدمتها النائب عن دولة القانون علي الصيف أعلنتها بعبارات صريحة وقالت مقاطعة السيد الصدر خطوة تكتيكية لإعادة تجميع جمهور التيار وتعبئة للمرحلة المقبلة، والسبب حجوم القوى السياسية تغيرت. أول انسحاب لسماحة السيد مقتدى الصدر. هسا أنا أقولك على المستوى الشخصي، قد أكون ما مو صحيح هذا الكلام، بس أنا كمراقب وكقديمة بالعملية السياسية أجد بأن، وهذا حق مشروع لأي كتلة سياسية، أن تقوم بعملية تعبوية جماهيرية تكتيكية بإعلان انسحاب أو إعلان أي طريقة أخرى لرص صفوف جمهورها. يعني معناتها يؤشر لي هذا بأن هناك أكو تغير في موازين الحجوم وصارت عملية تكتيكية تعبوية جماهيرية بالانسحاب، إعادة رص الصفوف مرة أخرى. لكن وعلى طريقة الوحدة بأمرها أكو جهات سياسية طرحت تساؤلات وقالت أتباع التيار المشاركين بالحكومة ليش بعدهم بمناصبهم بعد براءة السيد من حكومة مصطفى الكاظمي؟ سمعت سيد مقتدى الصدر بكلامه بقضية انسحابه من الانتخابات وذكر مفردة أخرى على أنه اللي يشغلون مناصب حكومية عليهم أنه لو يلتحقون بينا أو كذا، يعني كان من المفترض أنه حتى كان هناك ردة فعل على أنه من الممكن اللي الأخوة في التيار الصدري اللي يشغلون مناصب حكومية راح ينسحبون من مناصبهم الحكومية بناء على كلام السيد مقتدى الصدر. ما حد انسحب. بالنتيجة الإخوان كلهم موجودين على عملهم سواء على مستوى المحافظات أو على مستوى الوزارات والهيئات. بس دقيقة، بعض الأطراف عندها موقف يختلف ويقول القوى السياسية المنسحبة من الانتخابات هربت من تحمل مسؤولية فسادهم وكملتها. مقاومة السيد الصدر للأمريكان لا تعني أنه سيد المقاومة. رجالات المقاومة الإسلامية، وأنا سأذكر اثنين فقط من المعلنين وهي أبرز فصائل المقاومة، الأول كتاب حزب الله، أمينها العام اليوم المجاهد الحاج أبو حسين الحميداوي، الشخص الثاني وهي النجباء حركة النجباء، أمينها العام الشيخ أكرم الكعبي. نعم أتفق معك، لكن ما يسميه رئيس الوزراء سيد المقاومة، ما يسميه أتباع سمعت السيد مقتدى الصدر، ليش خليته خارج المعادلة؟ أنت ست سحر الآن تلزميني بما يقول الكاظمي ويوسف الكاظمي مثل ما وصف سيد مقتدى الصدر بأنه سيد المقاومة، ذهب إلى تراب وقال أنت من قضيت على داعش. لم نعطي رئاسة المقاومة، هناك مجلس تنسيق للمقاومة، لكن أقول أن ابتدأ المقاومة ضد الاحتلال. نعم سيد مقتدى الصدر وكل الأخوة في التيار الصدري قاتلوا واستشهد منهم الكثير، ولكن لم تعطى الزعامة لشخص واحد، هناك مجلس تنسيقي. أنصح السيد مقتدى الصدر، وربما أنا أحيانا أوعى من داسي أوعى منه سياسيا في بعض الأحيان، لأنه ماكو واحد مطلق، أن يقوم بعملية تغيير بنيوي هائل في داخل التيار وخصوصا على صعيد القيادات، ويقسم العمل ماله قسمين، القسم الأول سياسي يشتغل بالعملية السياسية والقسم الثاني بنيوي يشتغل في الشارع. صحيح بعض الأطراف بالتيار الصدري ردت على وصف سيد المقاومة بعبارات شديدة وقالت السيد أول من قاوم الأمريكان وجميع القيادات بالفصائل كانت تحت أمرته، لكن مشروع التيار الصدري بالحصول على منصب رئيس الوزراء ومئة مقعد بالانتخابات المبكرة وين صار؟ العصفورة عندها معلومات تقول قرار انسحاب زعيم التيار من الانتخابات صار بعد اجتماع ويا نواب وقيادات بالتيار ومن سألهم على الاستعدادات والمقاعد المتوقعة حصولها، ردوا عليه بعبارات بها تشاؤم عنوانها ما يعبر 30 مقعد. هنا أبو هاشم وجه تساؤل عن حركة سياسية زعيمها من شخص سابق عن التيار، ومن وصلت الإجابة بعدد مقاعدهم اللي يمكن توصل ل50 قرر المقاطعة، لأن بهاي الحالة الحصول على منصب رئيس الوزراء صار بخانة الأمنيات. بس دقيقة، بعض الجهات كشفت عن مشروع أمريكي مضمونة دعم التيار الصدري وكتلة كردية وثالثة سنية لتشكيل الحكومة المقبلة.
وهذا الحكي بتصريح معلن. هناك توجه أمريكي يعني بدعم الانتخابات القادمة، وهذه المرة يكون على ثلاث كتل كما ذكر الشيخ، يعني الكتلة الصدرية خلينا نحكيها هيجي، والأكراد والسنة بتشكيل حكومة القادمة. هاي عرفناها، لكن انسحاب التيار الصدري فتح الباب على انسحابات أعلنتها قوى سياسية، بداية من الحزب الشيوعي وجبهة الحوار الوطني والمنبر العراقي وأحزاب من تشرين. يعني القصة صارت واضحة، وجوز المقاطعة صير سبب بتأجيل الانتخابات المبكرة، لكن الدعوات اللي وجهتها زعماء سياسية للسيد الصدر بالتراجع عن قرار المقاطعة وآخرها من زعيم تحالف الفتح هادي العامري يمكن تغير الموازين، وزعيم التيار يتراجع عن قراره، حتى أمنيات حكومة الطوارئ سالفتها تصير بعيدة، ويجوز بعدها نرجع ونسمع. العقل في نيعه في الانتخابات.